كيفية التعامل مع الزوج الذي لا يصلي أبدا، لا يصلي كسلا، الذي لا يصلي أبدا هذا كافر، تنذره الزوجة مرة ومرتين وثلاثا وتهدده بتركه، فإن استمر سنوات لا يصلي فتطلب فسخ النكاح أو الطلاق والله أعلم. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فتدعوه إلى الله وتنصحه وتجاهد معه. أما له سنوات لا يصلي لا ظهر ولا جمعة ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، هذا كافر والعياذ بالله.